ليش خارجة توا؟ خاطر عندي موعد في المجلس، وبصراحة أنا إني منحزون الوطن، أنا منحزة للشعب. سوا ما نسمعهاش. الباجي قائد سبسي طلع يعطي في كلمته. يعطي كلمته هو ضيفهم، أنا كنت ضيفتهم، هذا حزب إن شاء الله شاب وربي إن شاء الله يوفقهم. أما ثم كلمات لست بحاجة للاستماعية. سيدة محرزي العبيدي، اليوم كنت في المؤتمر بتاع التحالف الديمقراطي، وقت اللي الباجي قائد السبسي خذ الكلمة أنت خرجت، شنو الأسباب؟ أولا أنا سمعت كلمة سي محمد الحامدي، بارك الله فيه، عجبني ياسر اللي قاله، وإن شاء الله أقوالا تدعم بالأفعال، ونحترمه ياسر، وإن شاء الله حزبهم يعني ياخذ مكانه في الساحة السياسية التونسية، وربي يوفقهم. هذه التعددية وهذه الديمقراطية. لكن السيد اللي يتكلم الآن السبسي هو ضيفهم، هم أحرار في شكون يستدعاه، وهذا حريتهم وأحترمها، ولكن أنا لا أستمع إلى ما إلى صوت الماضي، والماضي اللي يحب يردنا إلى زمن الاستبداد، لست مجبرة على الاستماع إليه. وهم منحازون الوطن، هذا يعجبني، أنا أيضا منحازة لوطني والشعب.